دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية اللي بتقام بالمتحف المصري الكبير. النهاردة هيعقد دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جلسة مباحثات ثنائية مع نظير الكويتي عبد الله اليحيى في إطار فعاليات الدورة 13 لاجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة. يعقب اللقاء عقد جلسة مباحثات موسعة ومراسم توقيع اتفاقيات ثم مؤتمر صحفي للوزيرين. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية حفل افتتاح معرض معاً لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الثانية في تمام الساعة 7 مساءً بمقر بيت السنار الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة.